مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد. متواصلون معكم دائما في غرفة الأخبار، حيث تشكو الكثير من الأمهات من مشكلة تعلق أطفالهن الزائد بهن، درجة أن الطفل يشعر بالفزع والقلق بمجرد ابتعاده عن أمه، مما يعطلها ويخول دون إنجاز مصالحها ومهامها المختلفة. والسؤال: متى يكون هذا التعلق طبيعيا، ومتى يصبح مشكلة تستوجب تدخلا سريعا دون التأثير في نفسية الطفل؟ مشاهدينا أسئلة أخرى يجيب عليها الدكتور حسام زرمان، أخصائي في علم النفس. صباح الخير دكتور حسام. صباح الخير عليك سيدتي، صباح الخير على كل متتبعين، جعل الله هذا اليوم خير علينا وعلينا. كل الشكر لك دكتور. إذن موضوعنا لنهار اليوم هو تعلق الزائد للطفل بأمه، وربما قبل الحديث عن هذا التعلق الزائد نتحدث ربما عن العاطفة الموجودة بين الأم والطفل، يعني كيف نفسر هذه العلاقة الروحانية المتواجدة بين الأم والطفل دكتور حسام؟ نعم، أول شيء علاقة الطفل بأمه هي علاقة أساسية في بداية حياته أو خلال ما بعد الولادة. يعتبر ما يعرف عندنا في علم النفس بأن الجلد، أن الجلد بين الأم والابن، هي من شأنها تخلق أو تخلي الطفل برعاية إلى أن ينمو إلى فترات مختلفة في حياته، وهذه العاطفة هي نقطة أساسية في حياة الإنسان، في بداية حياة الإنسان، وحاجته إلى العاطفة أمر مهم جدا، والدليل على ذلك أنه هي المحرك الذاتي لبناء الحقيقي للشخصية والبناء الحقيقي للحالة العاطفية للطفل، ويحتاجها في مختلف حياته. هذه العلاقة هي علاقة أساسية ومهمة في حياة الطفل وإنسانية، ولكن في فترات، يعني في بعض الأحيان هذه العاطفة لازم تقل لكي يضمن استمرارية حياة الإنسان أو حياة الطفل بشكل سلس وعادي خالي من الأمراض النفسية والجسدية. نعم، يعني بحديثك عن هذه العلاقة، يعني أنها ربما تكون في بعض الحالات، يعني تكون أن عندها العلاقة تكاملية بين الأم والطفل. إحنا نشوف أنه في بعض الحالات يعني بعض الأمهات يشتكين من أنه يعني ابنهم يعني يكون ذو علاقة يعني وطيدة، في حال ما إن غابت الأم يعني عن أعين هذا الطفل لدقيقة أو دقيقتين يبدأ هذا الطفل يعني بالبكاء والصراخ والفزع. يعني كيف ربما نفسر هذه العلاقة المتواجدة بين الطفل وأمه؟ نعم سيدتي، هذا سؤال مهم. أول شيء بعد ولادة الطفل الأشهر الأولى تكون العلاقة بين الأم والطفل علاقة رعاية، أو هذه الرعاية هي عبارة عن تكامل بين الطفل والأم لغاية ضمان نمو. يعني مثلا الأم هي مسؤولة على الأكل، مسؤولة على الرعاية، مسؤولة على الصحة، وبعد ذلك تصرى العلاقة بين أنه يعرف أو يكتشف هذا الطفل أن هاته المرأة أو هذا الشخص راه اللي قاعد يعتني به هي أمه، ومن خلال ذلك يحتاجها لحاجياته الأساسية، تلبي له حاجياته الأساسية، منها الطعام، منها الرعاية، منها الحماية، ومنها أيضا النوم وكل مختلف مراحل الرعاية المضمونة. هذا من صفر إلى غاية عامين، يعني بمصطلح آخر 24 شهر في حياة الطفل. هنا تكون دور الأم رعاية فقط. بعد ذلك بعد 24 شهر وبعد عامين يصبح دور الام هو التربيه بعد ذلك، وهنا التكوين السليم. اذا شفنا مثلا طفل متعلق بامه هذا امر طبيعي جدا، لانه كلنا عانينا من قلق الانفصال خصوصا في فترات الطفوله، عانينا من ما يعرف بقلق الانفصال، وهذا ما يشعر به الطفل، يبدا يدرك انه ما كانت له الرعايه، شكون اللي كانت ترعاه راح تنفصل عليه. هنا في هذه المرحلة يدخل في حالة من الحزن والبكاء، في منها يتعداها بشكل سلس وفي منها تكون صعوبة بعد ذلك. نعم، يعني بحديثك عن أنه هذا الطفل يحتاج إلى الرعاية يعني خلال العامين الأولين دكتور زرمان، يعني هل هذا الطفل لا يكون بحاجة إلى أبوه يعني خلال هذه الفترة؟ يحتاج أول شيء يحتاج إلى الحال عاطفة، ويحتاج إلى المحبة، ويحتاج إلى الأسرة بشكل متكامل، ولكن الأم هي العنصر الأساسي، لأنه من خلالها يدرك عالمه ويبدأ يعرف ما عليه أن يفعل، لأنه الأم هي الباب الأول بالنسبة لي، أو هي العلاقة الأولية، وهي ما تعرف من المرحلة الفمية. يعني يصبح الطفل عالمه إلا فقط من الفم، عن طريق الأكل، عن طريق الرضاعة، عن طريق الحماية
نهايه الام له، وهذه العلاقه تكون متكامله، تحتاج الى ادوار اشخاص اخرين، ولكن الدور الاساسي والمهم هو دور الام. لا يمكننا ان نلغي ابدا دور الام، لانه هي المحرك الاساسي للحاله العاطفيه والحاله الجسديه وضمان النمو السليم. نعم، يعني ومتى نفسر يعني أن هذه العلاقة المتواجدة بين الأم والطفل أنها طبيعية، يعني ومتى تظهر المشكلة؟ يعني هل في هناك أعراض يمكن من خلالها يعني أن نفسر أن هذه العلاقة اليوم أصبحت يعني مرض إن صح التعبير؟ نعم سيدتي، هذا السؤال يتطرح بزاف على أهلنا من طرف الأمهات. أول شيء، أول نقطة وهي نقطة مهمة جدا، تنطلق من 0 إلى عامين، فترة كما قلنا فترة الرعاية، بعد ذلك بعد عامين إلى غاية 4 سنوات تكون مرحلة التربية، وهنا هي النقطة المحددة أو النقطة اللي تحدد بعد ذلك شخصية الطفل، هل سيتعلق بشكل أكبر بأمه أم لا. إذا كانت الأم دائما في مرحلة الطفل، في مرحلة نمو الطفل، دائما مهتمة به بشكل زايد، دائما متعلقة به بشكل زايد، دائما سامحت له أنه يعني الحضن أو يرفع من الأرض دائما بشكل مستمر، هنا يكون قلق الانفصال او حاله الانفصال او التعلق المرضي بالام صعب جدا انه يتنحى، يعني بالتدريج ولكن صعب. ولكن المرحله اللي هي دق ناقوس الخطر لازم ينفصل عليها الطفل هي بعد 4 سنوات الى غايه 5 سنوات، ومرحله الخطر وشاهدنا بزاف حالات اذا منهم يوصل حتى 10 سنوات وما ينفصلش على امه. وهذه النقاط الاساسيه اللي تشكل حاله مرضيه، منها الاعراض الاوليه انه مثلا الام تبتعد على طفلها لمده فقط 5 دقائق او دقيقتين، لا يستطيع انه يعيش وحده، يبقى دائما يبكي، يبقى دائما بحاجه الى امه، يبقى دائما بشكل مستمر يبكي الى ان تاتي، وهذه من الاعراض التعلق بالام. وايضا قلق الانفصال هو دائما يشعر بانه لوحده، يعني ما من ام تروح مثلا عندها عمل معين مثلا في ارجاء في المنزل، تروح مثلا الى المطبخ او الى مكان يبقى لاحقها. هنا نعرف باللي عنده مشكله التعلق وراح يدخل فيما يعرف بقلق الانفصال، واللي هذا القلق الانفصال راح يسبب له نوع من النقص. مش نقصده بالنقص باش يفهمنا المشاهد، هو يعود الى مرحله كان هو براحه فيها، يعني مرحله مثلا مرحله العاميه، نلقاو مثلا طفل يولي يدير كي الولاد عمره 5 سنوات يولي يدير كي الولاد صغار، وهذا ما يعرف بانه مازال ما قدرش ينفصل على امه. نعم، يعني وفي هذه الحالة دكتور زرمان، يعني هل على الأم يجب ربما أن تراعي يعني معاملتها مع طفلها من أجل يعني دائما الابتعاد عن هذا المشكل؟ نعم سيدتي، أول شيء الآن الطرح هو موجه للأمهات بشكل أكبر، ليس المشكل في الأطفال، لأنه الطفل ما زال بدائي، ما زال على مستوى مصغر، يعني الأم بعد ذلك يبدأ يكتشف. في لحظة بعض الأمهات تقوم بفصل ولدها بشكل سريع، يعني حتى وين يتصدم، وفي منهم ما تفصلوش خلاص عليها، وهذا هو المشكل في حد ذاته. لذلك أنا أوجه رسالتي للأمهات، إذا كانت الأم في تربيتها بمصطلح ثقافي وشعبي دللوا، يعني دلال زائد بشكل مستمر والرعاية المستمرة، يعني يتعاملوا مع الطفل بين قوسين على أنه زجاج، يعني راح يتكسر في أي لحظة، هذا خطا من شانه راح يخلق لنا قلق الانفصال وصعوبه الانفصال بعد ذلك، حتى وين تدرك الام بانها سببت خطر لولدها، انه هذا الطفل عاد ما يقدرش ينفصل على امه، وعادت امه غايه اساسيه. لذلك لا نلوم الاطفال، وانما لا نلوم ايضا الامهات، وانما نحذر الامهات من هذا المشكل لكي لا يقعوا فيه، لازم التربيه تكون بشكل سلس. نعم، يعني وبحديثنا دائما عن هذا التعلق الزائد لطفل بأمه دكتور زرمان، يعني في هناك الكثير من الأمهات العاملات ممن يتركن أبنائهن عند المربيات، يعني في حال ما إن يعني كان هذا الابتعاد منذ سن الصغر، يعني هل سيؤثر هذا على شخصية الطفل وعلى تعلقه بأمه؟ نعم سيدتي، هذا سؤال مهم، ولكن لازم ندركه كقاعدة أساسية. إذا كان الطفل يعني مثلا كان متعلق بأمه وبعد ذلك فصلناه في مرحلة معينة وفي مرحلة الفصل الحقيقي يروح عند مربية أو إلى روضة، هذا أمر طبيعي. ولكن إذا كان في فترات صغره، مثلا في بعض الأحيان نشوف في روضات طفل عمره طفل أو طفل عمرها 6 شهور إلى غاية
17 من الشهر. هنا يصرى مشكله الاستدخال بين قوسين، واش نفهموا المواطن باش يفهمنا اكثر، نعم. انه الطفل ما يعرفش اللي يستدخل امه، من هي امه الحقيقيه. اذا رعاته مثلا المربيه وهو في عمر 16 ست اشهر الى غايه الاشهر الى غايه عام، هنا يصرى له خلط بين هي الام الحقيقيه، بعد ذلك يصرى له مشكله استدخال المعرفه الحقيقيه للام، ونلاحظ بعد ذلك مشاكل، لانه مشاكل بعد ذلك تظهر من خلال نموه، انه ما عرفش ما هي العاطفه الحقيقيه. امر طبيعي لازم يكون علميا مثبت، علميا ونفسيا وطبيا، انه الجيل تاع الام والجيل تاع لكي تصير العاطفه الحقيقيه والتكوين السليم. هذه كنقطه. اما بالنسبه للامهات اللي يخرجوا الى العمل، انا من رايي انه لازم تعطي لولدك وقت على الاقل، نعم تعملي، ولكن تعطي لولدك وقت لضمان النمو النفسي السليم بشكل سلس، لانه تكون علاقتك بينك وبينه جسديه امر طبيعي. نعم نعم دكتور حسام، يعني وما هي اسباب التعلق الزائد للطفل بامه؟ يعني احنا نشوف انه اليوم في بعض الامهات يعني لا يستطيعن حتى التحرك كما سبق وذكرنا الى المطبخ او الى غرفه اخرى، يعني ما هي اسباب هذا التعلق؟ نعم دكتور حسام، هل تسمعني؟ نعم انا استمع. نعم اسباب هذا التعلق المرضي، كل شيء راجع كما قلنا وكما تحدثنا الى اسباب تربويه. اول شيء كقاعده مهمه لازم نذكرها، انه مرحله التربيه تكون فيها يعني بمصطلح ثقافي او مصطلح شعبي دلال الزائد، يعني الاهتمام الزائد، وايضا عدم السماح للطفل انه يلعب مع اقرانه او يخرج مع الوالد تاعه. في بعض الامهات يشكوا يعني في العيادات انه الطفل يتعلق بها بشكل مستمر، ولكن ما على بالهاش باللي هي السبب، لانها تمنع انه حتى الاب يخرج، وتمنع في بعض الاحيان انه يلعب مع اقرانه، وكل هذا الامر يلعب في انه الطفل هذه امه هي القاعده الاساسيه وهي العالم الخارجي. نعم في هذه النقطه فقط دكتور زرمان، يعني في هذه النقطه يعني بخصوص الدلال الزائد، لانه احنا في مجتمعنا اليوم يعني الكثير من الامهات تقول لك انا ما ندللش ابني دلال زائد، لكن في بعض الحالات يكون الابن يعني بحاجه الى هذا الدلال. لم استمع. نعم دكتور، يعني هل سمعت السؤال دكتور زرمان؟ ربما في هناك خلل مع الدكتور حسام. إذا مشاهدينا دائما الموضوع حول تعلق بعض الطفل، الأحيان نعم حاجة إلى الاهتمام، نعم دكتور، ولكن ليس بشكل مستمر، يعني وين يعطل مرحلة النمو. دكتور حسام هل تسمعينني؟ نعم أسمعك جيدا دكتور. نعم قلنا أنه الدلال في بعض الأحيان بمصطلح ثقافي أو الاهتمام هو أمر مهم، خصوصا في بداية حياته، في بداية حياة الطفل، الاهتمام به أو إعطائه جرعة من الحنان والمحبة والاهتمام من شأنها أنها ترفع مستوى النمو السليم لدى الطفل أو النمو النفسي السلس. ولكن في حالة انه يصرى له اشباع، يعني مشبع، الام تهتم به، الاب يهتم به، الاب الجد والجده تهتم به، الاخ والاخت يهتموا به بشكل مستمر، يصرى له اشباع. بعد ذلك هذا الاشباع يصرى له ما يعرف بالعكس، يولي يتمرد على اي شيء، يرى انه مسامح من كل الاطراف. لذلك التربيه السليمه هي التوازن، في بعض الاحيان يكون كاين اهتمام، في بعض الاحيان يكون او في بعض الاحيان يكون كاين عقاب، لانه يسمح بالتوازن السليم لكي لا يصبح الطفل بعد ذلك في مرحله معينه اناني او ما يعرف بنرجسي، محب لذاته ولا يهتم بغيره، او انه ياخذ كل الاشياء لغيره، وانه الضمير تاعه ما يتكونش. في حاله انه يكون دلال بشكل مستمر راح يصير له مشاكل بعد ذلك في المستقبل، كما نشوفه مثلا يصبح الطفل يتمنى انه تكون كاينه مراه تشبه امه، وهذه القاعده المهمه جدا، لانه يولي يتعلق بالمعلمه، يولي يتعلق باي مراه تعطيه بعض الحنان، وهذا هو المشكل. لانه في بعض الاحيان لاحظوا على الطفل انه يتمرد بشكل وين يسمع، وين ما يسمحلوش حتى يدرس، وما يسمحلوش حتى او ما يسمحش لنفسه حتى انه يصبح مشابه لاقرانه، وهذه مشكله في حد ذاتها. يصبح لدينا الطفل اناني، وكثير من الامهات يطرحوا هذا المشكل، يقول لك انا ولدي ما عرفش نتحكم فيه، دائما عصبي بشكل مستمر. ولكن الخلل
هو في بعض الاحيان اذا درسنا الحاله بشكل سلس وفهمناها عرفنا بانه نعم كانت تعاني بشكل كبير جدا. نعم دكتور حسام، إذن كل الشكر لك على تدخلك معنا وعلى هذه النصائح المقدمة من طرفك. كل